احنا اليوم موجودين هنايا في هذا المحطه النضاليه اللي هي عباره عن اضراب اليوم، يعني لهذا اليوم هذا، مع وقفه يعني احتجاجيه. طبعا هذه الوقفه يعني هذه المعركه هذه المحطه هذه كتجي في اطار يعني التنديد يعني بما يتعرض له الاساتذه والاستاذات من مجموعه من يعني من الاجراءات الاداريه والزجريه في حقهم، وعلى راسهم الاساتذه المفروض عليهم التعاقد. اذا قلنا نتواجد في اطار هذه المحطه الوحدويه اللي دعت لها مجموعه ديال التنسيقيات، من بينها التنسيقيه ديال زنزانه 10 والتنسيقيه ديال المقصيين خارج السلام، تنسيقيه المناضله ديال الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، وايضا النقابه ديال الجامعه الوطنيه للتعليم التوجيه الديمقراطي. اذا اليوم قلنا احنا نتواجد هنا تنديدا اولا بالمحاكمات التي الصوريه التي تعرض لها الاساتذه المفروض عليهم التعاقد في اطار يعني المعركه البطوليه ديالهم، وايضا في اطار يعني التنديد بالاجراءات الزجريه في حق الاساتذه والاستاذات، واللي هذه الاجراءات ما استثنتش الاساتذه ما يسمى بالاساتذه رسميين، بالعكس يعني كانت يعني مجموعه من الاجراءات في حقهم من تنبيهات من استفسارات الى غير ذلك، الى حد التوقيف اللي يعني تمارس في حق الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، لان كاينه مجموعه ديال الاساتذه في ربوع الوطن يعني تعرضوا للتوقيف عن العمل. بالتالي نحن كاساتذه يعني نتضامن مع هذه الفئه هذه، اولا لاننا نعتبر ان الملف هذا هو ملف كل رجال ونساء التعليم، وحينما نتكلم عن الاساتذه المفروض عليهم التعاقد يعني نتكلم عن الهشاشه في التوظيف، نتكلم يعني عن 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 يعني عن خلق واحد النوع ديال الوظيفه يعني في التعليم اللي فيها يعني كتكرس فيها الهشاشه، كتكرس فيها يعني عدم الاستقرار الوظيفي، عدم الاستقرار حتى على مستوى النفسي لهذه الفئه هذه. وبالتالي كنقولوا بان الحل الوحيد اللي على الدوله وعلى الوزاره على انها اللي خصها تمشي فيه هو الادماج الفوري ديال هذه الاساتذه في اطار الوظيفه العموميه، وحين نقول الوظيفه العموميه يعني تحصين الموظفين والموظفات ديال التربيه الوطنيه. علاش؟ لاننا نعتبر ان وزاره ان التعليم هو الاساس وهو البناء ديال اي تنميه محتمله في المجتمع، كيخصها تبنى على التعليم، وعلى ان رجال ونساء التعليم هما القاطره ديال المجتمع، منهم الربح ومنهم الخساره. وبالتالي نقول للوزاره عليها ان تمشي في اتجاه انها تجلس لطاوله الحوار لحل المشاكل، وليس يعني لتعميق الازمه ولتعميق المشاكل، ونحملها كامل المسؤولية لما يقع في قطاع التربية الوطنية، كما نحمل المسؤولية للدولة المغربية وعلى رأس الحكومة المغربية يعني في كل احتقان الحاصل بالمجتمع المغربي فيما يخص هذه الزيادة المهولة اللي أصبح الموظف حاليا ما بقاش قادر يساير هذا الغلاء. فما أدراك المواطن العادي المواطن البسيط اللي يعني كيخدم يعني ب ب ب ب باليوم يعني واش يعني ما عندوش يعني عمل قا. احنا هنا اليوم بحال ديما كيما ديما ولفنا الشارع اصلا، حنا اساتذه فرض علينا التعاقد، المطلب ديالنا الواحد والاوحد وكنذكروا به دائما ماشي الزياده في الاجور وانما الادماج. الدستور كيقول ان لكل مغربي حقه في الوظيفه العموميه، لذلك حنا هنايا باش نقولوا للراي العام والوزاره، حنا داك الاتفاق ديال 14 يناير راه ما كيمثلناش، حنا ما موافقينش عليه، النقابات اللي سنات عليه، حنا بغينا الوظيفه العموميه، بغينا نكونوا بحال الاساتذه اللي قراونا في 2010 مثلا. ايضا حنا هنا باش نقولوا للوزاره تحبس المحاكمات ديالها وتراجع فيها. الاحكام اللي صدرت في حق الاساتذه عام ديال الحبس الموقوف التنفيذ، ولا حتى 3 شهور ديال السجن النافذ اللي صدرات في حق الاستاذه نزهه مجدي، علاش هذا الشيء كامل؟ حيتاش طالبات بحقها، هذا الشيء غير منطقي. لذلك كنعاود نكرر، حنا بغينا غير نتدمجوا، نهار غيجي الادماج، نهار اللي غيدمجونا في الوظيفه العموميه راه والله ما غتلقاونا في الشارع، حنا لسنا هوات الشارع، حنايا بغينا نعيشوا في سلام واستقرار وامن وظيفي وفقط.